ابن عباس ضربت مثلا لعمل، فقال عمر أي عمل؟ فقال لعمل، فأخبرهم عمر رضي الله عنه أن هذه الآية مثل لرجل عمل بطاعة الله وحسنات كثيرة ثم انتكس وعمل بسيئات كثيرة أحبطت الحسنات الأولى وأغرقتها وزادت عليها، وعمل حسنات كالصدقات ثم أتى برياء وسمعة ومن وأذى خرب الحسنات كلها، فيأتي يوم القيامة محتاج جدا لحسناته أشد من حاجة الرجل للبستان لكبر سنه وضعف أولاده. فإذا جاء وهو محتاج إلى حسناته في الآخرة جدا وجدها هباء منثورا كسراب بقيعة، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، خرب الحسنات بسيئات خرب الحسنات بسيئات كثيرة غمرتها فرجح ميزان السيئات، وخرب الحسنات بالرياء والسمعة والمن والأذى والإعجاب بالعمل والعجب والغرور والاغترار بالطاعة، خرب الحسنات فهبت أعاصير الرياء والسمعة والمن والأذى والعجب على حسناته فأهلكتها. فجاء يوم القيامة وهو بحاجة ماسة للحسنات، وقد قربت جهنم ولها شهيق وزفير، وإذا بالحسنات قد تبخرت. الله يضرب المثل، فهل فكرنا ماذا وراء الآية؟ كان عمر رضي الله عنه يدخل كبار الصحابة على مجلسه ومعهم ابن عباس، فيقولون يدخل علينا وعندنا أولاد في مثل سنه، فيقول هو من قد علمتم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا الله له أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. يوم من الأيام لما جلسوا قال عمر لمن عنده أخبروني عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح. ما معناها؟ ما المراد بها؟ فقال بعضهم أمرنا ربنا إذا فتح علينا أن نحمده ونسبحه ونستغفره شكراً على نعمة الفتح. طبعاً هذه ما تحتاج استنباط، يعني هذا ظاهر السورة يعني. فقال عمر أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال ما تقول؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد تمت مهمتك واكتملت وظيفتك وتحققت أمنيتك، فتأهب للرحيل، فقد دنا الخروج من الدنيا ولقاء الله، فسبح بحمد ربك واستغفر. هذه أجل النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله إياها، اقترب أجلك. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول. مرة كان عمر رضي الله عنه يصلي سبحة الضحى، وكان حوله وراءه بعضهم يتكلم، والمهم جاسي آيات، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال ابن عباس اقتتل الرجلان، فالتفت عمر قال ماذا قلت؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين. قال ماذا قلت؟ قال قلت اقتتل الرجلان،
من منكم يخبرني ما معنى كلمة ابن عباس اقتتل الرجلان؟ ولماذا قال ابن عباس اقتتل الرجلان؟ من يدري؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا ابن عباس أن يعلمه الله التأويل، هذا الفهم، الفهم في كتاب الله. لما نظر في الآيات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هذا الرجل المجرم إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، معناه ممكن يقتل الذي أمر بمعروف ونهى عن المنكر، يقتله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يعني لو قام إليه إنسان صالح فأمره ونهاه قتله، يهلك الحرث والنسل المجرم. بعدها ذكر تعالى رجلا آخر، نموذجا آخر مقابل، ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيعها، وشروه بثمن بخس يعني باعوه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، ممكن يضحي بنفسه يقدم نفسه ابتغاء مرضات الله. ذكر هذا وراء هذا، قال ابن عباس اقتتل الرجلان، هذا اللي بايعها، هذا اللي بايعها سيقوم إلى الأول ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويقول له اتق الله، والأول لأنه مجرم وتأخذه العزة بالإثم سيقوم ويبطش بهذا. فمعناها معنى الربط بين قوله وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم، وبين قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، معناه في مواجهة. وإذاك ابن عباس أول ما سمع الآية قال اقتتل الرجلان، اقتتل الرجلان، لكن من يعرف معناها؟ هذا التدبر يا أخوان، هذا العقل عن الله في مراده من الآيات، لازم يكون عندنا إدراك لمعاني الكتاب، وهذا ينتج بالمدارسة، جلسات المدارسة بعد الاطلاع على التفسير. هذا يقول قرأت كذا، هذا قرأت كذا، هذا قرأت كذا، وجدت كذا، وجدت كذا، وجدت كذا، تتلاقح الأفهام والعقول وتجتمع الفوائد والاستنباطات ويعرض التفسير وكلام العلماء وتتكامل الصورة ويتضح المقصود وتستقر الآيات في النفوس على معاني وآثار أخرى لم تكن من قبل. مدارسة القرآن تزيد الإيمان، مدارسة القرآن عبادة مطلوبة وسنة مع الأسف مهجورة منسية، لابد من استعادتها. يعني بعضهم يجتمع فيقولون، يقول بعضهم لبعض ما أرجى آية في كتاب الله، أي آية أكثر رجاء في كتاب الله؟ فيقول واحد قرأت القرآن فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول الآخر قرأت القرآن فلم أجد أرجى من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الثالث قرأت القرآن فلم أجد أرجى من قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فقدم مغفرة الذنب وقبول التوبة على العقاب. ويقول الرابع قرأت القرآن فلم أجد أرجى من قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. وهكذا قيل إن عمر رضي الله عنه سمع بوفد جاءوا فأرسل إليهم رسولا يسألهم من أين أتيتم وأين تريدون؟ فذهب الرسول فقال من أين أتيتم؟ قالوا أتينا من الفج العميق. قال أين تريدون؟ قالوا نريد البيت العتيق. أتينا من الفج العميق، نريد البيت العتيق، يعني هذا جواب ناس فاهم، يعني ما هم ناس عاديين. فاذهب فاسألهم أي آية أعدل،
قالوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال فأي آية أحكم؟ قالوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في الحكم. قال فأي آية أرجى؟ قالوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال فأي آية أخوف؟ قالوا قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. قال فأي آية أفضل؟ قالوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال اسألهم معهم ابن أم عبد؟ قالوا نعم. أيوة، الإجابات هذه ما تطلع من الناس عاديين، لابد أن يكون وراءهم محنك في القرآن، وابن أم عبد مع عبد الله بن مسعود محترف محنك عالم بكتاب الله، فينتج أجياء، فينتج جيلا وإجاب ناس تجيب مثل هذه الإجابات. المدارسة للقرآن أيها الإخوة تؤدي إلى التحام وتآلف الإخوان، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. لما نحضر من عدة تفاسير ونجتمع وتقرأ الآية ثم يقال ما عندك يا فلان؟ يقول عندي قول كذا، المفسر يقول كذا كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، والرابع كذا. ما هي الإضافات؟ كل واحد ما إضافته على الآخر؟ نجمع المعاني من التفاسير، نفهم الآية بأبعاد غير. ويجول الفكر في الاستنباط والاستنتاج من الآية على ضوء العلم الذي حصل من كلام المفسرين، ثم نقول كيف نطبق الآية على الواقع، كيف نعمل بالآية في الواقع. هذه مدارسة القرآن. مدارسة القرآن فيها تلاوة وتأني، فيها تدبر وتفكر، فيها مدارسة وملاقحة أفهام، فيها اجتماع المعاني ومعرفة كيف العمل بالآية في الواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرس أصحابه القرآن، وكان فيه من الصحابة 70 أنصارياً، إذا صلوا العشاء انتحوا ناحية يتدارسون فيها القرآن ويقومون الليل، فيظن أهلهم أنهم في المسجد ويظن أهل المسجد أنهم في أهليهم، فإذا اقترب الفجر ذهبوا فاستعذبوا الماء، استخرجوا ماء عذبا واحتطبوا وأتوا بالماء العذب والحطب، وضعوا في المسجد لفقراء المسلمين لأهل الصفة، وحتى يجد النبي صلى الله عليه وسلم ماء عذبا يشرب منه. أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فغدر بهم الكفار في بئر معونة وقتلوهم عن آخرهم، وأنزل الله فيهم قرآنا نسخ لفظا وبقي معنا، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ما هي مناقبهم؟ كانوا يتدارسون القرآن، حلقة مدارسة قرآن. يا أخوان، هناك حلق تحفيظ، هناك حلق تحفيظ، وهناك حلق تجويد، بس هل يوجد حلق مدارسة؟ هذا ما ندعو اليوم إلى العودة إليه. ممكن تعمل في مكان واحد، وأفضله المسجد، والنووي علق على الحديث الذي رواه مسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أن الفضل ليس خاصا بالمساجد، فلو كان في مدرسة أو مجلس آخر فإنهم يدخلون في الفضل إن شاء الله، ولكن أعلاه المسجد. لكن لو عملتها في مدرسة، في بيت، في رباط كما قال النووي، تؤجر على ذلك الأجر العظيم. هذه قضية المدارسة.
التي تدفع للتدبر واستقرار المعنى في النفس، لأن المعنى إذا استقر في النفس